تعليمات داخليه داخليه طبعا طبعا احساسك إحساس. ان انت من وانت صغير طيب. داخل النادي الاهلي شفت الحاجات دي مع نجوم كبار كبار قبلك وبالتالي ده اتنقل لك هي دي احنا وحده واحده احنا وحده واحده كلنا احساسك مين اللي هيستلم انا هستلم الكاس بس هي مش اللقطه بالظبط الحقيقه صحيح. هي في ناس انا كنت لسه راجع من حادثه وبرجع تاني للفرقه وكده ففي ناس عامله مجهود كبير جدا انا يمكن ظروفي ما سمحتش ان انا اكون موجود في الملعب لعبت الماتش الاولاني في مصر انما ما لعبتش لظروف جالي شد مثلا وقعدت احتياط لما في ناس بتبقى انت كده بينك وبين نفسك يتكرر التاريخ كله ونشوف عماد متعب وحسام غالي فانا لما بشوف حاجه زي كده هو ده الطبيعي هو ده الاحساس هو ده النادي الاهلي هي دي العيله الواحده زي ما انت قلت يعني في الاخر اجيال بتسلم اجيال خد بالك خد بالك حضرتك يعني الجيل بتاع حضرتك وكابتن محمد عامر اكيد في اجيال اخرى عملت كده خلال لغايه لما وصلنا لحسام غالي وعماد متعب دلوقتي مجدي قفشه انا عايز اقول يا اسلام بحاجه مهمه جدا الكلام ده هو اللي بيجيب التوفيق بقى بالظبط كده في الاهداف مش حاجه تانية لما يقول لك ان النادي يعني مش حاجه تانية طبعا يعني مش السحر يعني مش السحر يعني انت فاهم ازاي هو ده اللي بيجيب التوفيق روح الجماعه مع بعض واضح وصريح خلي بالك صريح جدا هو ده اللي بيجيب الـ 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 الاهداف وبيحصل التوفيق من عند ربنا طبعا بعد المجهود وانكار الذات هو ده اللي بيخليك هدف هدف بالظبط ده الهدف بالزبط. بتاعنا كلنا تمام كابتن بلال كنا بنتكلم في